بس لازم يصير قوي بالرميات بالدفاع. نعم. لكن قبل هذا كله أنا أحرص على جانب الأخلاق عند اللاعب. أي قمت أنزل وأرفع لياقتي وأحافظ على، والحمد لله كل مستعد نصيب والله وفقني فيها. بالنهاية هذه هوايتنا، نستانس نستمتع فيها اللعب. سواء واحد فاز ولا خسر، بالنهاية هوايتي. إذن أخوي قتيبة اللوغاني، يمكن تحدثنا عن مسيرتك المميزة في لعبة الجيجستو على مستوى مشاركاتك سواء القارية أو المحلية وكذلك العالمية، ودنا نتحدث عن إنجازاتك في يعني وأنت مدرب مع اللاعبين المميزين اللي دربتهم. إيه نعم، طبعاً توفيق ربي أن حصلت إنجازات وأنا مدرب أكثر من يوم كنت لاعب. نعم. يوم كنت لاعب حصلت الـ CC، الله يذكرهم بالخير، كانوا معي في البطولة كابتن. نعم، المقامة في تركيا. هي مقامة في تركيا. نعم. بطولة ADCC منظمة عالمية تقام. نعم. في أكثر من دولة، قاموها في تركيا. نعم. كان معي كابتن ماسميت، كابتن حمد دوحير، ومجموعة من اللاعبين معنا، كابتن أحمد بصيري، كابتن خيم أودي، أنساحد، كابتن محمد علي. نعم. ميرزا، الشباب. كانت مشاركة فردية من قبلكم يعني ولا كانت ب؟ لا مشاركة فردية. نعم. لا مشاركة فردية. نعم. واجتهادنا يعني. نعم. شاركنا البطولة، حصلت فيها ذهبيتين في وزني مفتوح، كان نظام يسمونه النوقي بدون بدلة مثل مصارعة. نعم. ولعبنا مع مصارعين يعني. والله وفقنا فيها يعني. بعدها شاركت أكثر من بطولة داخلية وخارجية، شاركت في وأنا مدرب، شاركت في بطولات، حصلت مثل بطولة يسمونها جراند سلام، حصلت في رياضية لكن إن شاء الله مرياية ذهبية. نعم. وآسيا كانت ذهبية. نعم. هذا بالنسبة لمشاركتك الشخصية. أي الحمد لله. نعم. إنجازات يعني الدمام وضبي بالكويت. شنك بعد التدريب هم حققت إنجازات أكثر يمكن. أي ها بالتدريب يعني بالتدريب وهم من فريقي رب لك الحمد. نعم. يعني في أشياء أنا تحضرني إنجازات، في أشياء ما تحضرني نسيت، لكن فريقي هم من يعني أنا هدفي كمدرب إن فريقي يحصل إنجازات أكثر من أنا حصلتها. ما شاء الله تبارك. يعني جزاهم الله خير مدربين هناك. نعم. كلمني عن إنجازات فريقك اليوم، اللاعبين اللي تدربهم، تدرب أكثر من فئة ولا فئة واحدة؟ لا جميع الفئات. نعم. أعمار مختلفة اليوم. إيه جميع الفئات ندرب نادينا. نعم. وكل فئة لها طريقتها ولها. حصلنا في أكثر مرة شاركنا في السعودية في الرياض وفي الدمام، حصلنا عدة ميداليات ما شاء الله. أبرز إنجاز حققته على مستوى التدريب؟ أبرز إنجاز ما شاء الله إنجازات قبل كانت كل بطولة ندشق على أخذ دوري الكويت، لكن الدمام شاركنا فيها مرتين. آخر بطولة شاركنا بأكثر من فوق 45 لاعب، حصلنا على ميداليات أكثر من 30 ميدالية، وخذينا الأول على المملكة العربية السعودية ما شاء الله. مشاركين من عدة دول، مرتين خذينا بالدمام الأول. أفضل دولة آسيوية اليوم في هذه اللعبة أي دولة؟ الإمارات. نعم. الإمارات هي المحتوية. وين ترتيبنا اليوم من بين الدول آسيا أو الخليج؟ ما أعتبر ترتيب قوي صراحة. نعم. لكن في اجتهاد. نعم. بالنسبة لك على المستوى الشخصي أخوي قتيبة، أصعب مباراة لعبتها بحياتك متى كانت وضد من؟ مباراة كانت متعبة عن غيرها. والله كل مباراة قوية. نعم. يعني أكثر مباراة نلعبها قوية. وغالبا في نهائي جراند سلام لعبت مع بطل مدرب فريق الإمارات مصارعة. نعم. روماني. كنت تجهيزي برمضان يعني. ما يشاركون المدربين عادة. إيه مدرب. نعم. ولاعب يشاركون. كان قوي يعني جدا روماني، لعبت إياه وكنت أنا فايز عليه، لكن قدر الله حتى الحكم شوي غلط في النقاط. فعطى اللاعب، لكن كان انا اعتبره فوز لي صراحه. اني شاركت مع واحد مصارع ومدرب مصارع وبطل ام ام اي وبطل مصارع وقدرت. نعم. اني اصيده واقدر. نعم. نعتبر لا زلنا احنا نعتبر هواه اليوم. ايه. فهذا الرجل اللي انت باريته محترف ومتمكن. ايه. ويمكن حياته كلها على هذه اللعبه، يمكن انت عندك دوام وعندك ايوه دوامات وبيت وهذا وقاعد نحاول. ما شاء الله تبارك الله، مجهود كبير يا اخوي قتيبه، اهنيك عليه للامانه. ودنا تكلمنا كذلك شنو اللي تحتاجه لعبه الجوجستو اليوم بالكويت لتصل الى مرحله وليفل اعلى. تحتاج الدعم يعني، مثلا الحين بطوله عالم، انا موظف ومعلم معلم تربيه اسلاميه وزاره التربيه. نعم. ما اقدر انا صراحه اروح بوقت وانا مدرس اقدر اسافر عليه. نعم. ما في تفرغ. ما عندك هذه الحريه. نعم صح. دعم لو بس تفرغ انه يفرغونك تقدر تجهز. نعم. عشان تركز على اللعبه. فهذا شيء بسيط يعني، وغير الناحية المادية مثلا، لو انه ما في مادية بس فرغ اللاعب انه يقدر ينجز لي وحق غيري من اللاعبين وحق الابطال اذا تبي يرفع علم الكويت.
بتاعنا ما ارفع عن الكويت ويفرحون الناس. زين خليكم قبلها في دعم للاعبين. نعم. كثير من اللاعبين عنده القدرة وعنده استطاعة وعنده يحتاج بس دعم من الدولة من المختصين انه يتوجهون. يمكن احنا شوي جابلين تدريب عندنا لاعبين زي لاعبيننا الشباب اللي يعرفون اعلام الكويت برا قاعد يشاركون بطولات قوية عالمية. الان في بطولات يعني معتمدة دوليا وعالميا قاعد يشاركون فيها يرفعون علم الكويت. زين ما هو يرفع علم الكويت يحتاج دعم قبلها. ما في شك صحيح. يحتاج دعم. احنا كلنا الحين قطاع خاص كله من حسابنا قاعد. نعم. لا بأنا أديته مجهود كبير ومميز وهذه رغبة اليوم أبناء الكويت ما شاء الله تبارك الله وحماسهم لتحقيق الإنجازات شاهدنا يمكن في الأسياد الأخيرة بأمانة حصيلة ميداليات جميلة ولكن نطمح للأكثر في قادم الأيام. اليوم لو نتكلم عن لعبة الجوجستو على وجه الخصوص وبنية الكويت اليوم هل هي مناسبة لممارسة هذه اللعبة؟ هل عندنا مواهب ممكن أن تدخل هذه اللعبة وتسيطر عليها؟ ربنا لك الحمد. يعني انا يمكن اذا بكمل عن انجازات يعني شباب شاركوا تو مصر. نعم. كنت احمد راشد مع لاعبين عندنا حصلوا ذهبيات سمو بطولات القاره الافريقيه بعد بطولات اوروبا. نعم. مقام في تركيا حصلوا ذهبيات شباب عندنا ما شاء الله تبارك الله. والحين ما شاء الله شباب كنت احمد وكم واحد شباب عندنا متجهين الى رومانيا قاعد يشاركون. نعم. واكثر من دوله قاعد يشاركون يحصلون ذهبيات شباب. من لاعبين قبل فترة شاركنا بطولة آسيا، بطولة آسيا تقام كل سنة. صحيح. حصلوا ذهبيات إن شاء الله حتى. شنو السر في هذا التميز بالرغم من قلة الدعم؟ أول شيء توفيق الله سبحانه. ما في شيء. الشيء الثاني عقولتهم مثل يقول عينك حلال على حلالك دور. إنجاب. إنجاب اللاعبين من جانبين من جانب المدرب وجانب ولي الأمر. نعم. طبيعي في دروب ساعات تصير وقت الدوامات. يطيح مستواه عنده دراسة. طبعاً. لياقته. وقت الصيف يرد يرتفع لكن الواحد اللي كان عنده شغف ويبي ينجز بإذن الله يقدر يوصل وعندنا شباب وصلوا وخذوا بطولات عالم وخذوا ذهبيات. فأنا يمكن في أشياء مع الكبر بالعمر واحد يمكن إذا كبر صار دشين مجال تدريب بالتدريب هذا يمكن في أشياء إذا ما حققت أنا أخلي لاعبين يحققونها أدعمهم إنه يحقق هذا الإنجاز. نعم. عشان أنا أشوف نفسي فيهم صراحة كمدرب أشوف نفسي في اللاعبين اللي ينجز ويجيب بطولات عالم نفرح بهالشيء. صدقت. إذا لو تحدثنا عن عدد اللاعبين اليوم اللي عند قتيبة اللوغاني كمدرب كم عدد اللاعبين اللي موجودين عندك؟ والله ما شاء الله يعني عندنا تعدوا 100 لاعب الحمد لله تعدوا ورب لك الحمد الأكثر. كم في حصة تدريب بالأسبوع؟ عندنا أكثر من 8 حصص ما شاء الله. أحد هذا خميس عندنا 4 حصص السبت اثنين أربعة عندنا 4 حصص موزعة على الفئات. نعم. الفئات العمرية. يعني أنت بالنسبة لك يوميا عندك حصص. إيه بس لا. إحنا موزعينه بين المدربين. نعم. واحد واحد نطاق. يعني. صدق. موزعين بيننا وبين المدربين كابتن سليمان كابتن عبد الله صار كابتن عبد الراشد. مو مقصرين. إذا أخوي قتيبة اللوغاني هل تتوقع تطور لعبة الجوجستو بالكويت في السنوات القادمة؟ بإذن الله يا رب. إحنا قاعد نسعى. إحنا من صوبنا بفضل الله عز وجل توفيق ربنا إحنا قاعد نسعى. نعم. أكاديمية الجوجستو عندنا قاعد نسعى وفي أكاديميات الكويت شغالين جزاهم الله خير. بالجوجستو ونتعاون بيننا ان نحاول نرفع مستوى اللعبه كما نقدر لكن مهما كان احنا عندنا طاقه معينه الدوله لازم تدعمنا بهالشيء لان هذه رياضه صارت اقبال عليها صحيح في لاعبين تركوا لعباتهم دي حكوميه وقاموا يتجهون على اللعبه هذه من كثر ما حبوها نعم فنحتاج بعد توفيق الله عز وجل نحتاج دعم بدون نعم اذا اخوي قتيبه اللوغاني شرفتنا ونورتنا في برنامجك برنامج مشوار نجم واستمتعنا بحديثك شكرا الله يعطيك العافية وما قصرت وقواكم الله طول بعمرك والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم برنامج مشوار نجم على أمل أن نلتقيكم مع ضيوف آخرين ونجوم آخرين في أمان الله.